السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا بكيوة مونزا pandio saidi ameanza kuingia na watu wanampokea inshallah. Pia kuna kuwekwa jiwe la msingi na chuo na usiku inshallah ndo kutakuwa na maulid inshallah. Tutoe taarifa ya matukio yanayoendelea sasa. Itakuwa ni upandishwaji wa bendera ambayo Sayyid anatufungulia rasmi kituo hiki na kutupandishia bendera hii ikiwa ishara ya kutukabidhi ilmu, na jambo la pili itakuwa ni kutuwekea jiwe la msingi wa madrasa. Kwa inshallah Sayyid anaanza na tukio la upandishaji wa bendera. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
وسلسلنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وسدات بيننا وبين سنة السلام، وفينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا مما نريد، وانجنا مما نخاف، بفضلك يا لطيف يا لطيف توفنا واحفظنا والمسلمين. اللهم ارفع رايات الدين، اللهم ارفع رايات الدين، اللهم ارفع رايات الدين، اللهم اكملنا في الدين تمكينا، اللهم اصلح ذات بيننا وبين سبل السلام، وادنا فاشل ما ظهر في الوطن، اللهم ادل مات للنور، اللهم ادل بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وبين سبل السلام، وادنا فاشل ما ظهر في الوطن، اللهم سلنا ما نريد ونجي من خاف فوق لطيف، اللهم لا سهل انما جئته سهل، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل، فاجعل نورنا كل سهل، فاجعل نورنا كل سارة فجر نور سارة، اللهم صل على نور النار وسر أسرار بلاد الأخيار ومفتاح باب الأسرار، سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار، عدد نعم الله وصالح برحمتك ورحمين سبحانه وتعالى.